كان برنامج كنا كوبا وحين نقصه قادر إن أجب يا هامبا فالعلي أنتي كنا لا تأخذ بدي رجل وزارة إسرائيل وكسو جيت شيء كونغ رئيس كمريكان كا هؤلاء إذا عسر هان فلسطين كسو جيت إسلام راهان تاسنا حبين كتر سن كونغ رئيس كمريكان كا أو وعذرا نكتي دمت بحية هري قام تأو شركو كنا قام تأخذ بدو أي كنا عيسى بنان كذا إيه ولي بهول كيا حالي تنتن ياهو تورت نجاي قد بلاس iyo kuwa kale ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa balse daawadayaal marka hore sawirkan qaybta dambe ee barnaamijka ayaanu u iman doonaa waa Taliban Rashid haweeneyda reer Falastiin ee kaliya kongreska Mareykanka ku jirta oo ninkan soo marti qaaday oo saxaafadu ay u hadalayso ninku waa kuma maxaa loo soo marti qaaday ujeedada ka dambeysa waa maxay xagee lagu soo marti qaaday waa su'aal kale garo waa yahay aynu ku bilowna falcelinta ka dhalatay ee hadalhaynta خطبتي وسجل شيء رئيس الوزراء إسرائيل نتنياهو روزلين جوردن وها وين أي مدبر الجزيرة وشقين أي سقيم تعرف إنجليز كا أي أفعالك بحسه وها أنا ترى هذا الجيد أنت يأخذ بدل نتنياهو وامدار حبيلات وح سامينا ما يسبدل أن كلا لينكرين جذها مريكان كا محيا لي أي ترى ما دام ملايين دلو أي أركيان كرحم مادين كرديديان تعدي هذا اللوجي سنة يا شعب كرر فلسطين كمان كنا لدلي الدمر كأي عرورته سدا أوجد هذا الكيسو سامين وين كي على ما يأتي بلش دم مريكان كا أو وحي صادرين إيسا إنه دد جار الله اللي لكن بلش وين تو أركي سكر حنته تعدي هذا هي اللي قد هذا يا قزك صعدة أفرتن كنا الرجية الدمر يا أبدا يا الولا يا يتري إن عكرنا دعوض يا الرشيدة طالب او هاوين ايدان هاتن صور كيادا هالكان ايدان كاركتان ايا ننكانو هاني ليلا هادا كسو مرتقا داي جين بركا ننكانو وانين اسل كيسو فلسطينة لابدو دو اسكو ودن بيكي مادي داد كواي سيغنو ييهين بوري لانجويش كو دو وحبادن بو كوشيغيا سيكا سباها آتي ننكان ايا لشيغي ان بقل ايو كنتون قف او قويس كيسا كتر سلقو دلي غزة هذا الكاسف عرضه بقول يكنتن قف أو رير كيسة كتسن أهرديسة قرابديسة فامل كيسة اكستندل فامل كيسة أي غزل ودري ده بدأ النوى صوب مرتقى دي حلي أن دولة أمريكا كون رئيس الوزراء إسرائيل أي مرتقى رئيسه سي أي مركز أمو جسو لأحت عديدها كتاقن قزة وحا أين تري ولي كبقن ماي كوابن ماي كجنبن ماي إن أن رنت أشيغ أود awood dawladda mareykanka oo ay ula jeedo dadka taladu ay ka go'do waxayna intaa ku dartay inay salmarnaba suurtagal noqonayn ayay tiri shacabka reer falastiin in la cirib jiro waa aminkii xalay ahaa tagay waa rashida talib oo yaan netanyahu khudbadiisa ayuu dhinacyo fara badan kaga hadlay waxaana ka maqlaa meesha haba yaraatay wax la yiraahdo ceasefire ama xabad joojin iyo diilkii dabka saarna inuu san soo hadal qaadinin لكن إسرائيل لكن نتنياهو آدي هذا وقتنا احتاجي خد بدي سوينتي بدنا تكسو قاتي إيران إيقوها إساحي بدلتاي إيساد دهدها حزب الله حماس إيحوتي انتا عبسنا إسرائيل كاقبتو إن إيران نوحا إيتاي صدح قضب نيوغلر باور إنين قطو religious influence ay gobolka ku leedahay saameynta diimeed ay gobolka ku leedahay gaar ahaan kooxaha shiicada Iran لبنان ان عراق سوريا يمن قوها فر بدن او حجره هويسن او مركز ايغو ان شيعه او ايران سامن وين اي كولهدهي اي ولي با دغالكا بروكسيغا اي كا ودا ايا ايو يري ان غودها اس ان اي ايران غوبلكا اي كا ودو اي كوخان اي كوبينيسو حبن سرا او كاترسن بهدا قرن ليلى اي اسرائيل او بروفيسور ايا جزيرة ورمي او شاقي هدي اسرائيل ايا او ورمي الجريلة ده هيراد واحا او نيلا هدي اسرائيل ايكا بقاني سيئنا نيوغلر سميسة ايران ما انتا مالنا يوغلو ده اي ملاحا ولي واحا نوصو سعودة داوضي الامان ان كل حجرنا فالعلين تكالالا تيخد بدي نتنياهو دادان لما ليسنين ايانا كهالي حماس ايا نوصو سعودة قرلو olafti godo kaali way idin soo dhaweynayna meel kasto dunida ka joogtaan hadaan Brit Somali TV saaxib hore aad ugu taxnayn fadlan rukuma si aadiga waxba aysan ku seeginin anaguna tiradiina iyo tayadiina aan ugu faarno kaala iska arag Nancy Pelosi afayenki hore barlo afayenki hore aqalka Mareykanka
هويري الرقعة داء مدلل الرسول شغينيسي أي وحى أي كفر عنيسي خد بدي رئيس الوزراء إسرائيل نتنياهو وحى نتري وحى أي أحد خد بدي أبد أقولي ذاتي قروا هذا الكذا خد بدي أبد أقولي ذاتي أو شخصي وردن كلا أما حكومة كلام متلية وكن جيد شهر كان يهيد واتي أبد أقولي ذاتي مستوى هذا ماشي أقولي ذاتي أيه كنت المانت محايدين شيء يسا محايد كفانت محايد سأصول هذا حاحل لغان قصوب باقي محايد ربيه وقال لي حتي وحايد تري نانسي بلوسي وحايد تري خد بدن نتنياهو مركان لو حيوان نقيستي وحايد هذا يتري تي أبد أقولي ذاتي او قف او هلكان كسو جيد شم مسؤول اه او حكومة كلام التالي تي اقول لي ذاتي اي اي هاي اي راهدين حماس او لفت قوضو نوان كهالي ايا شاقي رئيس الوزراء اسرائيل ماد اوحي حماس اوحي الى ذن رئيس الوزراء اسرائيل وحاو كوع العلي ان او اذي اذي وقود دالي يسيدي او مركز او اسو دين لها قبي اهم بمحابيستا وابين عد او ان ده ان بين عد او قيحان ويا اي راهدين حماس اياله وابين عد اي ددك مريكنكا اي اسرائيلين تي عالمك وو شيغيو وحبك مجرار اياك سوق هذين او نتنياهو وحو شيغيو او دد بانسود دي سنياء حبا يلاتي كو مجرتو انتا سو كريا ما اهن ان قدوميها حزبغا معارضكا اي اسرائيل لفتي جيسا لبي ايا وحو انتا سكو داري او يري خد بدي سو وحي اهيد مد لغي خيق سيوضو حبا يلاتي وحسي سفاير اكو سابسانا وما وصل قادن يا حبة جوجين. وننكاس قدوميها حزب يا حماس إن أصبح المداني سجلويهين. جوش فويس فور بيس كوحدة اللي يراه ذا إمل والبقول ليس حري أفر بقول أو أيجا كتر سن لحري الدواء أفر بقول ما لحري شارك أي قبين هل كل جل أبرك وقرا وحا وها إسرائيل هبك هل جوجيا شعبك كلين ليس ولي هذا القضاء نص الصعدة. أي واحد يتلهى وين يكتب سلوه هذا شيء أي واحد شكتي سيدا كريه وحلوه اللي كراين يتهي إن أي إسرائيل اللي جو جي جميع هم بهب كلاسين أيه هي سياسة اللي تغير أيه هدي إسرائيل اللي جو جي أيه تري إسرائيل حبر دين جو جي سايق وجور عنتهي لكن إن تنياهو إنه دجال كسي وده وح أسر تجرين أيه هب كم رايكن كوسين أيه النجم ما جعنا اللي جو ملاين كلا شعب كريه فلسطين أروق وحنا هاي يتري يهوديات الجيوش أيانا هاي بيتري ما قاعد يقولوا ما الله ينكره علم كي يقولوا ما الله ينكره رالنا كمان هو واحد شعب كريق الزلق صمين اليوم هؤلاء يكره أو عيدا لفتيه ذو كهذا شيء دم تبيع بالارناء كذا عي واشنطن مانتا أيكم النانك كنا يسكس وبحين أيات تري أروق وحنا هاي إمام أمر ربعي وحلي له ذو أن هجامي أيانا هاي ديمت إسرائيل جيوش أيانا هاي magacay lagu ma dili karo lagu ma weerari karo lagu ma dagaal tagi karo mas'uulna kama nihin waxa uu Netanyahu u sameeyo iyo kooxdiisa xaq jirka nabad baan doonaynaa Iran wada noolaano ayay tiri hadaba daawadayaal waxa daawanaysan Brit Somali TV oo ku eegayna barnaamijkan kooban falcelinta ka dhalatay khudbadii uu soo jeediyay ra'iisul wasaaraha Israa'il hadaba muxuu kala soo tagay maasha marka ay noqoto sawirka uu dirayo oo laba group ku wajahan groupka siyaasiyinta oo hortaagna way ka gadantay arintu inkastoo ay jiraan kuwa democrat oo boycott ku sameeyay laakiin majority dadkii meesha joogay ee siyaasiyinta ee xisbiga jamhuuriga aha wax allaale iyo wuxuu ka rabay haday ahaan lahayd hub haday ahaan lahayd taageero haday ahaan lahayd sumcad u sameyn intaaba uu ka helay sawirka guud ee ka soo baxay wey لكن وحاو كوغول درايس سيدا هيرات اي شيرتي دغالكا ايو كوغول درايس ايتر ان فاكت جريده هيرات ايا مقال كان تابعدي رايت ناو هدي ادكتانا ان ود اركي سنن ليهين تريما اوف كا ان سبيتش كو كوغوليستي انو ماركا سفي على لها اللحن سارو ان ميلها للربي او تابتو ان او كوغوليستي لكن دغالكا او كوغول درايس قيب تكرهوا لها اللي هي وحوية ونو بلنسية إنو لقل ما حقيقة وحوية كوا كريشتان كا إيه مركا حق جركا إيه آمن سن عيسى بإنو سن إيمانين هدي أي سن كوحدان حق جركا أي سن وحبو سور تقليني
ayuu ayaguna la hadliyay waxa uuna soo qaadanayay tusaalayaal markaas uu ayaga ku beer la hawsanayo labada qoloba arrintu waa ka gadantay bulsho weynta Mareykanka iyo caalamka waxaan moodaa in ay ka fikra duwan yihiin kuwaas sida daraasado fara badan iyo warbixin laga diyaariyay intuba ay hoga tusaalaynayaan barbarkay ka baxdaabo abakayla mareen ismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan waddada Dennis Britt Road. Dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay laba blog oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay saddex qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah, afar qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah, shan qol oo WQS plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istuusaar iyo afar bench houses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, jiim ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. MyRemade waxay kuu fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ehelkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. MyRemade waxay kuu sameynaysaa qiimo aad u jaban. MyRemade waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta ka joogtid. Lacagta ehelkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karayaa Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa.